يعني انا عايز اقول لك حاجه، اكتر واحد زعلت منه في اتحاد الكوره انا حازم امام. ليه بقى؟ ان حازم امام لعيب كبير جميل، حازم امام شخصيه مش هقول لك قويه، ماليش دعوه بدي، لكن فاهم، كنت متوسم فيه انه هو يعمل حاجه كويسه، لكن لقيته داخل جوه المنظومه عادي. طب وكابتن مجدي عبد الغني ما هو برضه لعيب كوره. اي لا انا بكلمك على حازم امام في الفتره دي. انا حازم امام يعني انا كنت من وجهه نظري ان انا مش يائس اكتر من مش يائس منه يعني، يعني انا مش يائس من حازم، بالعكس بس كنت يائس من ناس تانية. اه طبعا. لكن انا مش يائس من حازم امام بالذات. لقيت حازم امام مش فاضي، ما كانش فاضي لاتحاد الكوره. بذمتك حد كان فاضي؟ مش عارف الداخليات الحقيقه، بس انا بتكلم على انه هم ما حدش فيهم قدم اللي كنا مستنينه منهم. احنا كلنا اتكلمنا ده، ما حدش فيهم قدم اللي كنا مستنينه منهم. احنا كان عندنا قوام محترم من لعيبه. انت عندك لعيبه كويسه قوي كريم، يعني ما يضحكوش عليك يعني. اصل احنا بس برضه مش الجيل كله يا كابتن عادل، يعني خلينا نتكلم بصراحه، الجيل فيه نواقص كتيره. ما هو برضه الجيل بتاع الانديه الاخرى ولا المنتخبات الاخرى مش هي الجيل القديم برضه. يعني انت مش بتتكلم على الكاميرون الكاميرون ولا بتتكلم على هي بس الجزائر اللي 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 الجيل ده اللي هو متميز تكتيكيا عشان كده خدوا البطوله. لكن انت بتتكلم على امكانيات لاعبين مش بالصوره، كل افريقيا قلت. بس احنا بعيد عنهم برضو، يعني احنا لو بنقارن نفسنا مثلا بالكاميرون بنيجيريا يعني برضو الناس دي اتقل مننا دلوقتي. ازاي؟ وده مش عيب ان احنا نعترف. ازاي اتقل منك؟ انت رايح كاس عالم؟ اه مجموعتك أيوة كانت ضعيفه قويه برضو قوي، مجموعتك يعني كانت ضعيفه مش في حالتها. لا انت بتتكلم على الكاميرون النهائي النسخه اللي فاتت برضو. لا وسيبك من كده، انت بطل، انت مصر، انت البطوله عندك. دي حاجه تانية بقى يعني، البطوله يعني عندك، لكن طبعا العدد اللاعبين انا المتميزين مش كتير. بالظبط، انا بتكلم على اللعيب اللي هو الدولي الثقيل الاي كلاس، ما عندكش اكتر عندك من اربع خمس لعيبه، اربعة خمسة بالكتير قوي. بالظبط، وعندك اربعة خمسة كانوا يبقوا برومس يعني، ممكن يبقوا كويسين بره. هو دمرهم ما جابهمش. ليه؟ لانه مش في دماغهم. لكن انا بتكلم في النقطه الاهم، مش التدريب بس، الكره تنظيم. صح، يعني 60% من الكره تنظيم، نظم كويس، اعمل اداء كويس. هو انت ليه كمنتخب دايما تلعب البطولات المجمعه كويس؟ علشان بتبقى قبلها في معسكر مغلق ونظام وبتاع. لا، علشان ربنا بيكرمك انك بيتقفل عليك 20 يوم فبتطلع قدراتك، لكن ما بيتدخلوش هم. عشان كده بقول لك بطوله افريقيا لو كانوا اتدخلوا في تنظيمها كانت باظت، ما كانتش تطلع بالشكل المتميز اللي احنا طلعنا بيه ده. فاحنا مش كل حاجه بقى هنجيب ناس تانيه هم اللي يعملوا. طب جايبين الناس دي ليه تشتغل يعني؟ فهي دي المشكله الكبيره اللي كانت عندنا يعني. طيب.